لا بأس من التذكير ولو بشكل سريع بأمثلة عما يمكن ما قد يراه البعض عاديا وثانويا وغير مجدد أن يسبب من قلق وإزعاج للكيان المختصر. فقبل أشهر ومن خلال جهد كويتي في مجلس الأمن الدولي وبتوجيه مباشر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هذا القائد العروبي الحكيم، وبدعم قوي من الدول العربية والإسلامية والصديقة، تم العمل على إقرار مشروع قرار يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. ولن تتخيلوا مقدار المناورات والمحاولات والتحركات التي قام بها هذا الكيان الغاصب لمنع صدور مثل هذا القرار. وبعد اتصالات وضغوطات وابتزازات لم يجد هذا الكيان من حل أخير إلا التسلح بفيتو أمريكي لإسقاط هذا القرار الذي نال 10 أصوات تشمل دولا من كل المجموعات الإقليمية كفرنسا والصين والسويد وكوتيفوار وبيرو وبوليفيا، وامتناع 4 دول معارضة ومعارضة دولة واحدة هي صاحبة الفيتو. ومع هذا وبالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة تم تحويل صيغة هذا القرار إلى مشروع قرار في الجمعية العامة ونال تأييد الغالبية الساحقة. ولمن يسأل بحسن نية أو سوءها ما الذي تحقق بهذا القرار وما أهميته، أجيب عليه: تمعن في ردة فعل العدو وستعرف ما أقصد. لو أن قرار من هذا النوع هو شيء هامشي أو ثانوي وغير ذي أهمية، لماذا أقام الكيان الغاصب الدنيا ولم يقعدها لمنع صدور هذا القرار؟